عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، اليوم درسنا من كثر التعليقات والأسئلة عن السكوتر، وخاصة أغلب اللي عم يتصلوا معي مو مصلحين هني، يعني مثلا تبع البيت، يعني إنسان أو صبي يعني عم يحكي معي إنه والله عندي سكوتر كذا. إخواني، وأغلب الأسئلة كمان إنه والله كان سكوتر عندي وصار له 7 أشهر ما شغلته، أو مثلا هيك البطارية إذا ما تنشحن بتفضل البطارية ويوصل لمرحلة بتتجمد، يعني بتصفر، نحن هيك بلغة التصليح بتصفر. إخواني، طبعا هلا بدي أفرجيكم البطارية، وطبعا أنا دروس سابقة شرحت لكم إنه البطارية 36 فولت، وبس يعني ما شرحت ايش في بداخلها. هاي البطارية طبعا مشان البراغي، مشان ضيق الوقت، يعني نغايتي تستفادوا يعني بشكل عام. هاي البطارية اخواني، البطارية مكونة طبعا، هذا الهيكل تبعها، هذا الهيكل بعلبة، يعني العلبة تبعها مكونة من 20 بطارية، 20 بطارية بداخلها. البطاريات تبعها نفس بطاريات اللي تبع اللابتوب، او في ابيال كمان هيك نفس البطاريات، شوفوا نفس بطارية اللابتوب. هدول طبعا، هدول شوفوا في فرق بيناتهم كمان، انه شلون طبعا كلها 3.7 فولت. في نوعين بطاريات بالسوق طبعا، هذا نقول له بطاريات لصق، لزق يعني شوفوا في إلى حدايد موصولة معي يعني طبعا. أما هاي للأبيال كمان 3.7، بس هذا إذا مثلا ما في من هدول، بتجيب مثلا من هدول وبتحف شوي من هدول وتلحم فيها سلك، يعني إذا موجود هذا أفضل يعني يكون. طبعا كله مكتوب عليها 3.7 فولت قابلة للشحن، نفس تبع بطارية الموبايل كمان 3.7، هدول قابلين للشحن. بتحط على البطارية، على طرفين البطارية لازم يعطيك 36 فولت. هاي اجت لي 0 فولت، ما في فولت. بهيك حالة شلون بدنا نصلح البطارية بالذات؟ لأنه أنا حسبتها واتصلت مع اللي عم يبيع هدول الأصليات، البطارية الوحدة الأصلية الكويسة كتير حقها 4500 ليرة. يعني هلا إذا بتحسبها 20 وحدة، يعني كل 10 ب45، 20 90 ألف ليرة. 90 ألف ليرة بدك يوم كامل لتفكهم وتركبهم، يعني اجرة ايدك يعني اقل شيء مو اقل من 25 ألف، 30 ألف بدك تاخذ، يعني تكلف البطارية يعني 120 125 ألف. باعتبار مثلا الخاصة المصلحين، يعني تقدر مثلا نفس البطارية بتصلح شلون، يعني احتمال يعني اغلبهم بيصيروا، يعني بتفحص بطارية البطارية اللي 0 فولت مبينة طبعا، واللي فيها فولت بسيط، يعني بدها 3.7 يمكن فيها 1 فولت او نص فولت، يعني بتشحنها لحالها على الباور سبلاي، تشحن كل بطارية لحالها مدة زمنية معينة، بتشحن وحدة وحدة. اخر شي بيبين معك اين بطارية ما ينشحن بالمرة، ما تنشحن بهيك حالة بتشفك. هلا انا هدول فحصتهم كلها، اخر شي طلعوا بطاريتين من بيناتهم ميتات خالصين يعني، وطبعا هدول موصولين على التسلسل. شلون يعني على التسلسل؟ يعني اي وحدة مثلا معطلة ما بقى بيوقف الفولت كله، يعني ما بقى بيعطي للتاني كمان. اشرح لكم شلون على التسلسل عشان يكون بالصورة. يعني هاي مثلا البطارية، وطبعا اول 10 وبعدين 10 تاني،
هلا هذا مثلا زائد، هذا ناقص. نجي لهون بطارية عكسه، هون ناقص هون زائد، وهكذا البطاريات هيك بده يصيروا توصيلهم يعني. هاي 10. بهيك حالة اخواني، هلا مثلا هذا ناقص وهذا زائد، هون زائد هون ناقص هون ناقص هون زائد، وهكذا. هلا هاد بيجي لهون وهاد بيجي لهون وهاد، هيك توصيل هيك دا يصير، الزائد مع الناقص. آخر شي بيطلع معك خطين 37 فولت. هدول 10 بطاريات، 20 بطارية. ليش حاطين 20 بطارية؟ مشان مسافات، مشان الأمبير. طبعا هذا أمبير ساعة يقولوا يعني، بتزيد الأمبير تبع، بتحط طبقة تانية يعني، طبقة تانية نفس الأسلوب. آخر شي زاد ناقص بتحطهم على التفرع يعني. هلا كل بطاريتين هن فوق بعض، صايرين كل بطاريتين وحدة يعني. هلا بطارية ملزوقة هون مثلا هيك، هذا زائد وهذا ناقص، او مثلا هلا نفس التوصيلة وبنطبقهم على بعض. بصير مثلا هلا هون، هلا هذا ناقص هون يطلع معنا زائد، فرضا يعني نفس التوصيلة حطينا ووصلنا الناقص مع الناقص والزائد مع الزائد بيصير دبل. بقى هن شلون مسويين؟ مشان التركيب والتوصيلة، توصيلة اللحام، حاطين كل اثنين مع بعض فوق بعض يعني. مثلا هلا هاي تاني فوقها هيك، هذا زائد وهذا زائد وهذا ناقص وهذا ناقص. بيجي مثلا اثنين تانيين كمان، هذا ناقص وهذا ناقص، طبعا هدول موصولين مع بعض، وهذا زائد وهذا زائد، هذا ناقص طبعا. هلا بهيك حالة، طبعا هذا موصول مع هذا وهذا موصول مع هذا، بهيك حالة هلا شلون تيصير؟ هلا الزائد تيجي مع الناقص، وهكذا كل بطاريتين مع بعض بيصير دبل، مجموعة 37 فولت. الشاحن الشاحن تبعه 42 فولت، الشاحن 42 فولت 2 امبير. هاد اخواني شرح على البطارية وايش في بداخلها، ومثل ما قلت لكم شلون تكشفوا العيب. اذا البطارية مو قوية طبعا، واذا صارت اكثر من 7 اشهر بتفضل البطارية. اذا بتحسن تصلحوها، ها هي البطارية وتصليحها سهل يعني. طبعا بتفك هدول الجكات وتلحم من جديد، وخلي يكون لحامك قوي. طبعا هو اصله لحام بونتز نقطي، طبعا ما في عندنا منه، نضطر نعمل اللحام العادي. طبعا اذا يكون قوي يمشي حاله. هاي مبدأ البطارية وايش عملها وايش في بداخلها. هون خلصنا لهاي، وان شاء الله الفيديو الثاني يكون ان شاء الله احسن. ولا تنسونا اعجاب الصفحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.